السلام عليكم، الصوت واضح؟ واضح يا دكتور. يعطيك العافية دكتور، زين الزواج معك. يا هلا بيك يا دكتور. نعم، انت في الشباب يدخل المحاضرة، استناهم دقيقتين ان شاء الله. في تسجيل هذا هسه؟ هسه المحاضرة تبدأ ان شاء الله، ننتظر زملائك يدخلوا للمنصة. خلاص ان شاء الله خير. دكتور يعطيك العافية دكتور. الشباب كلهم على جروب الواتساب إن شاء الله. دكتور والله ما حدا فوتها بقلوب في جروب للمادة ولا لا؟ إن شاء الله هسه بنحط لكم إياها على المنصة لجروب الواتساب بعد المحاضرة، والشباب تدخل لي على الشات هون وتكتب الاسم ورقم الجامعة إن شاء الله. أنت لا يا دكتور. الله يعافيك، تبعتوا لنا تكتبوا، كل شخص بيبعت لي على هون على الشات على المراسلة الاسم والرقم الجامعي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتوقع في الشباب أول مرة بيحضروا عندي لأنه ما حضروش محاضرة يوم الأحد. إن شاء الله. فراح نضطر إنه نمر على المحاضرة الأولى. ورجاء الخاص المحاضرات الوجاهية تحضروها مشان ما يعني ما يروحش عليكم أي شيء. والمشكلة دكتور احنا موظفين واجازاتنا ما ظل لنا اجازات انت عارف يعني وضع شوي. مشكلة يعني قدر الإمكان الواحد هاي يعني مادة يمكن سجلها، وأنت مسؤوليتك إنك تاخذيها يعني، بس إنك تحضري بس أونلاين ما تحضري وجاهي بيصير عندك إشكالية في الغياب وإشكالية في المادة نفسها. وبدنا ان إياكم شاء إنه الله ان بسم شاء الله حاضر. الله رسول الله نبدأ محاضرتنا. الموجودين عندنا من مختلف التخصصات في يعني في الجامعة، مش محصورة على يعني الإنتاج النباتي والوقاية. هذه مادة جميلة جدا من عدة نواحي، يعني الإنسان بده ياخذ مثلا شو بيعرف عن نحل العسل، قد يكون باب رزق له مستقبلا ايش ما كان تخصصه. يعني إذا عنده مزرعة وبده يحط فيها كمان خلية نحل، فصير عنده يصنع لاستخدام الخاص عسل إله. وكثير من الناس اللي ما هم يقدروا في الزراعة ولا يعملوا في الزراعة ممكن عندهم شهادات جامعية بالمضى، عندهم مناحل خاصة للاستخدام الشخصي. كمهندس زراعي إن كان تربية وإنتاج حيواني أو اقتصاد أو إنتاج نباتي ووقائي، فهذا باب كبير جدا. عندنا تقريبا 4000 نحال، إحنا العاملين في قطاع النحل يسمونهم نحالين، يعني 4000 مصلحة 4000 مؤسسة، وإشي بيكون على يعني نطاق واسع ومصدر لخارج البلد أو الاستخدام اللي داخلي. والنحل وعسل النحل ذكر في القرآن الكريم، ومن الجميل جدا أنه نفهم الكثير من الأمور عن النحل والإعجاز الرباني في النحل، بحيث أنه تم يعني وصل مرحلة أنه يكون مذكور في القرآن، لم يذكر عبثا طبعا سبحان الخالق.
نحل هو من ال... النحل يعني عندنا الكائنات الحية تقسم إلى ممالك، عندنا نباتات، عندنا فطريات، عندنا بكتيريا، عندنا حشرات، عندنا كذا. فالمملكة الحيوانية بتضم النحل، بتضم الإنسان، بتضم الحيوانات الأخرى. وهناك فروقات يعني كتقسيم إلى نبات وحيوان وفطر، بيكون في مميزات خاصة في التركيب الخلوي بس غالبك للفصل. دكتور الصوت، يا غالبك دكتور إيه الصوت واضح؟ لا الصوت لا بعيد مو كثير. كثير، اه بعيد بعيد الصوت. يعني بدنا نشوف كيف هيك منيح. دقيقة خلينا نشوف. كمان شوي بحاول احسن الصوت، بس بدنا نمشي على يعني الان هناك بيدبروا لي سماعات، لان سماعات الجهاز يمكن شوي تعبانه. يعود النحل الى المملكه الحيوانيه، والمملكه الحيوانيه تضم جميع الكائنات الحيه التي لها خليه حيوانيه، نعرف خليه حيوانيه، خليه نباتيه، في جدار خلوي، في غشاء خلوي. الاختلافات بين الخلايا هي المحدده بين هاي نعتبره نبات او نعتبره حيوان. والمملكه كتقسيمات تصنيفيه تقسم الى عده مراتب. المملكه تعتبر تحتها الفايلم اللي هي القبيله او الصوبه، تحتها بيجي الكلاس القسم او الصنف، والصنف يحتوي العديد من الرتب، والرتب تحتوي العديد من العوائل، والعوائل تحتوي على العديد من الاجناس، والاجناس تحتوي على العديد من الانواع. الصوت أوضح؟ غالي؟ الصوت واضح؟ راح الصوت دكتور، تفضل. راح الصوت نهائي. صوت واضح؟ اه دكتور كويس شيء، هيك الصوت جيد. ها لسه كان بالأول أحسن دكتور. ما بعرف، انا كمان حطيت سماعات جيدة. يعني شو رأي الشباب هيك منيح؟ ممتاز دكتور، منيح والله كويس. اه منيح دكتور. ان شاء الله نكمل. حكينا عن واحد تصنيفية تبع الكائنات الحية والممالك وتقسيماتها. هاي نحكي علم تصنيف. علم التصنيف هو العلم اللي بيعمل جروب، بيعمل مجاميع بين الكائنات المتشابهة في صفات معينة. يعني نحكي على النبات والحيوان يختلفوا عن بعض، كل الحيوانات جمعت في مملكة، جمعت كل النباتات في مملكة، الحيوانات جمعت في مملكة، وتم التقسيم حسب العشائر أو القبائل الموجودة. أحد القبائل هي مفصليات الأرجل التي لها مفاصل في أرجلها، التي تحتوي على الحشرات، على العناكب، على من العصاموسة من 44، بتلاقي رجلها مقسمة إلى أرجلها، هاي الناحية مميزة عن الكائنات الحية الأخرى. داخل هذه القبيلة يوجد عندنا أرجل مختلفة في العدد، في عندنا 6 كائنات حية، إلى 6 أرجل، كائنات حية إلى رجلتين، إلى 4، إلى 8، إلى 100، إلى 44. فالقبيلة هاي قسموها إلى كلاسز اللي هي صفوف أو أقسام. صف الحشرات الذي هي تكسبونه، اللي هي سداسية الأرجل، العناكب لها 8 أرجل. إذا صف الحشرات تختلف عن صف العناكب، إنه هاي لها 6 أرجل و8 أرجل بالنسبة للعناكب. الحشرات اللي كل الحشرات اللي تتشابه مع بعضها إنها مفصلية الأرجل ولها 6 أرجل تقسم إلى عدة تقسيمات حسب شكل الجناح وطبيعة التركيب تبعه. في جناح عبارة عن غشاء،
في جناح عبارة عن إشي صلب زي الجلد تبع السيف، صلب جدا. في إشي له جناحين بدل 4 أجنحة، وكذلك إشي له حراشة. أوكي، فهذه تقسيمات الحشرات على مستوى الرتبة اللي هي الأوردر. فنلاحظ أن النحل كما ملاحظين في الصورة هاي، هذا الجناح تبعه عبارة عن غشاء، زي مثال الغشاء بيختلط على الفراشة على سبيل المثال، اللي زي اللي عليها حراشة، بيختلط على الخنافس اللي هي صلبة الجناح الأمامي زي أبو العيد الدعشوقة الجناح الموجود فيه. أوكي، يعطيك العافية دكتور. يعطيكم جميعا. أنا جبت ثاني بس. الله يعطيك العافية دكتور. أنا بشوفكم إلا بكل خير وبمحاضرات قيمة زي دكتور، شو رقم القاعة الوجاهي؟ الله يعطيكم العافية. شاكرين لك، يعطيك العافية. حياكم الله، مع السلامة. مع السلامة. في أصوات على ذلك اللي عنده مداخلة للمحاضرة يفتح مايك، اما الشباب اللي عندهم مش شيء للمحاضره رجاء يسكروا المايكات. وكان المملكه الحيوانيه قبيله تفسيريات الارجل، قسم الحشرات اللي تتكون من 6 ارجل، رتبه غشائيه الاجنحه علينا في الحشرات، في شيء الجناح الموجود في الصوره هاي زي هون غشاء او بكون عليه حراسه زي الفراش او العذ، عندك ثنائيه الاجنحه زي الذباب والبعوض، عندك صلب زي الخنافس. العوائل ابدي رتبة هاي النحل الغشية تجدها تضم كثير من أنواع الحشرات اللي هي تسميها السوشيال انسكت، حشرات اجتماعية لها طبقات، إشي جندي إشي عامل إشي ملكي. هذه الرتبة بتضم لنا النحل، النمل من نفس الشيء، الدبابير. يعني غشية الأجنحة تضم الحشرات الراقية التي لها كاس ديترمينيشن اللي لها تخصصية في وظائف الأفراد فيها، وظيفة الملكة تختلف على وظيفة الشغالة، تختلف على وظيفة الذكر تبع النحل. مفهوم حبايبي؟ واصل المعلومة؟ دكتور والله الصوت مو واضح من المرة نهائي، احنا قاعدين بنحاول نركز معك بس مش قادر اسمع اي صوت. هيك الصوت منيح؟ نرجع للسماعات العادية. الحركة اللي قبل شوي كان الصوت واضح دكتور. هيك منيح الصوت؟ هيك افضل؟ لا قبل شوي كان واضح دكتور. هيك الصوت واضح هيك؟ هيك ممتاز ممتاز دكتور. يلا بسم الله. حكينا هذا من نواحي تصريفيه، تعود النحل العسل الى المملكه الحيوانيه لتضم الكثير من الكائنات الحيه التي تحوي على خلايا حيوانيه. تقسم لعده اقسام، من احد الاقسام قسمت الى مفصليه الارجل على مستوى القبيله او الفايلم او العشيره، اللي هي تضم الكائنات الحيه التي يوجد مفاصل في ارجلها. بعدين جينا على عدد الارجل قسمناهم، ف لقينا الحشره 6 ارجل، لقينا 44 الى 44 رجل، عصا موسى من 100 رجل في 1000 رجل في 8 ارجل. اقرب مثال علينا وقريب على الحشره هي العناكب. اوكي، اللي هي 8 ارجل، اذا الفرق بين الحشرات والعناكب هاي لها 6 ارجل هي لها 8 ارجل. في داخل الحشرات عندنا العديد من الحشرات، قسمناهم حسب طبيعه وشكل الجناح، في شيء له 4 اجنحه، في له جناحين، اللي من الجناحين فقط يعني زوج واحد من الاجنحه دي الذباب والبعوض. بنيجي على شيء الاجنحه اللي تضم النحل والنمل والدبابير. هذول النحل والنمل والدبابير هي رتب راقيه بالنسبه لانه السلوك تبعها يختلف. عندنا طبقيه، يوجد طبقات عندهم، طبقه الملوك، طبقه العاملين، طبقه الذكور. بدي أعرف قسم دقيق هذا شباب. دكتور ما في صوت، بيقطع صوت. الصوت مش واضح عفوا دكتور.
دكتور العفو منك، الصوت بيقطع نهائيا، ما في مش واضح. مش لا لا وقف الصوت لانه كان في رئيس القسم بده شغله ضروريه وانا اسف على التاخير. براحتك براحتك دكتور ان شاء براحتك. الله هيك فهمنا التقسيمات تبعت المملكه واين موقع النحل في المملكه الحيوانيه. تابع لقشرة الأجنحة يعني بنات عمها النمل، بنات عمها الدببير. حكينا رتبة راقية لأنه مش كل الحشرات تمام يوجد فيها تخصصية بالأفراد، عندنا ملكة عندنا شغالة عندنا الحشرات الثانية في المجاميع الثانية عبارة عن ذكور وإناث فقط لا غير. أوكي هان الوظيفة تختلف من طبقة إلى طبقة. النوع الموجود عندنا اللي هو نحل العسل النوع الايبس ميليفيرا، الاسم العلمي يكون من شقين جنس ونوع. الجنس انا عندنا خطا العائله ايبس ايبيدي لكن هو الجنس مكتوب على الشاشه، الشاشه يعني عائله الخطا هذا الجنس ايبس ميليفيرا ايبس اي بي اي اس ميليفيرا ام ال ام اي ال دبل ال اي اف اي 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 ار اي يعني ايبس ميليفيرم حطينا بالعربي على اساس تحفظها هو الاسم العلمي او البار كود او الرقم الوطني النفسي للنحل. لما بسال عن ايبس ميليفيرم كمراجع بحط ايبس ميليفيرم بيطلع لي النحل العسل بجميع لغات العالم. اوكي بنيجي على السلالات دكتور سؤال بس بعد إذنك دكتور، تفضل. المليفيرا دبل ال ولا يعني هي دبل مليفيرا ال ولا ملي ليفيرا؟ ملي ليفيرا ملي ليفيرا دبل ال. ملي ليفيرا. انا لو ان شاء الله بعدل هون بحط لك الاسم العلمي اللاتيني بالاحرف الانجليزيه بيكون افضل لك انك تعمل يعني بدك تحط اسم ليفيرا بيوصل ينكتب انجليزي ما لحق ماشي نعدل السلايد بعتذر على الخطأ وبضبط السلايد ان شاء الله. الان شكرا دكتور. الان هسه نحكي على البندوره. البندوره فيها اصناف مضبوط ولا لا؟ لا فيها في اصناف نعم اوكي في اصناف الزيتون كم صنف للزيتون؟ كثير فاهميني؟ مثلا الصنف يختلف صنف عن مسموع صنف دكتور. الصنف بيختلف عن صنف بايش؟ كبير صغير شغلات زي لكن هو نفس النوع هذا زيتون هذاك زيتون. اوكي لو لقحت زيتون لزيتون بيمشي الحال. إذا العامل الرئيسي على مستوى النوع إنه الأفراد تبعته تتزاوج وتعطيني أفراد خاصة بالجنسية يعني كمان بيقدروا يخلفوا هذا هو على مستوى النوع. لكن الصنف يكون في فروقات بسيطة صنف نبالي محسن صنف نبالي صنف رومي بالنسبة للزيتون. أوكي أفراد تختلف بيناتها لكن هي نفس النوع. فهذا المقصود فيه نحكي صنف في النبات ولكن نحكي تحت النوع او سلاله. اوكي في الحشرات والكائنات الحيه الاخرى. اوكي عندي سلالات مختلفه من عسل النحل سوري قوقازي ايطالي مصري ويمني. اوكي مفهوم هاي؟ عندي واضح سلالات عسلان. يوجد انواع نحل اخر مش الايبس ميليفيرا اللي له العديد من الصيف. مش نحل عسل. اذا النحل فقط نحل العسل هو اللي بينتج بعسل. اوكي لكن في انواع ثانيه من اللقاحات نلاقيها نحل لكن ما بيعملش عسل. مثل النحل القزم النحل الهندي النحل الجبلي في منهم يعني انواع ثانيه يعمل عسل في النحل بشكل عام. عدد كاسم نحل اعداد كبيره جدا مش كل الانواع النحل بتعمل عسل. بنيجي بالتنظيم داخل الخليه. حكينا النحل عنده خلايا الخليه اللي بنسميها يعني اللي موجوده خلايا النحل في الطائفه تبعت النحل في مكان معين وعامل شمع وعامل بيوت سداسيه كذا بنسميها خليه خليه نحل. خليه النحل فيها أفراد أولهم هو الملك. الملكة من حيث الشكل هاي المعلم الأزرق شايفينها على السلايد يا حبايبي هاي واضحة يا دكتور واضحة.
احنا معلمين، هي ما لهاش ضوء ازرق، يعني ما لهاش نقطه سوداء او تلوين، بس مرات احنا بنحط لها طبعه لمشان جوا الخليه تبين، او احنا حطينا طبعه عشان احنا نبين لكم اياها بين الحشرات. حجمها اكبر من الحشره العاديه، طلع هاي العامله هاي اكبر شوي. لاحظين الحكي هذا؟ عافية، الله يعافيك. صوتك مش كثير واضح. هيك واضح؟ لا، حاسة إنه بعيد عن الميكروفون وهيك. شوف يا صدى، هيك واضح صار؟ لا، لساته نفس الشيء. نفس الشيء والله دكتور من أول المحاضرة. والله دكتور آسف على المداخلة، بس والله صوتك ممتاز. يمكن يكون الإنترنت عنده ضعيف. وأنا بس يا واضح عن شباب صوت الصوت. الدكتور كثير كويس، يعني ما في ضعف. لا، اختفى الصوت هيك دكتور. هيك أحسن ولا أسوأ؟ هيك أحسن يا دكتور، احنا سامعين. فعندي أنا العديد من الرتب أو الوظائف داخل خلية النحل. عندك الملكة، وعندك الشغالات، وعندك الذكور. كل واحد له شكل معين، يختلف بالشكل ويختلف بالواجبات. على رأس خدمة الهرم هي الملكة. الملكة زي ما شفناها، شايفينها في الصورة، أكبر حجم من الشغالات، هي أم الطائفة، وكل التنظيم بيكون بوجود الملكة. الملكة اختفت من الخلية، يعني راحت الخلية، إذا هي بتنظم وتتوقف عليها وجود الخلية كامل. وهسه بنروح نعرف ليش يوجد ملكة واحدة فقط، وهي الوحيدة المخصبة بالخلية، يعني الإناث اللي هن الشغالات غير قصيبات أو مخصبة، ما عندهمش إمكانية لوضع البيض إلا في حالات معينة رح نذكرها شوي نذكرها، وما بتزوجوش. ما دام في ملكة بتكون هي مسيطرة على تواجد الخلية، وهي اللي بتعمل الخلفة كلها، يعني لأنها مخصبة. حياتها هي من سنة إلى يعني لسبع سنوات، لكن فترة العمر الاقتصادي اللي بتكون فيه أعداد البيض كبيرة جدا، والبيض بيفقس إلى شغالات، البيض بيفقس إلى يرقات، واليرقات تتحول إلى بالغات اللي هن الشغالات، يعني أفراد الخلية العاملات. دكتور سؤال معلش، تفضل. هل بتتزامن مثلا وجود ملكتين في خلية واحدة، ولا سيما انه اذا كان مثلا مع كبر سنها، او مثلا تبديل او شيء معين، ولا مثلا لا اطلاقا الا ملكة وبس تروح تغادر هذا بيجي ملكة اخرى؟ الآن نحكي على النقطة اللي بعديها مشان نوصل لك المعلومة. خلينا أكملها تمام. مشان نوصل لك للنقطة الثالثة. حكينا هي بتتوقف حياتها الخلية كاملة عليها، لأن هي اللي بتخصب، هي اللي بتلم، زي كيف الأم بتلم، هي اللي بتلم. كيف بتسيطر على الخلية؟ كيف بتسيطر إنه غيرها ما يطلعش ملكة؟ كيف بتسيطر إنه تجمعهم؟ في مواد يسموها الفرمونات. الفرمون عبارة عن مادة كيف العطر، مادة فواحة، مادة عطرية، مادة زي الهرمون داخل داخل الإنسان. هذا الفرمون هي عبارة عن مادة بنفس الأهمية، تفرز من خلايا ولكن خارج الجسم. الهرمون داخل الجسم والفرمون خارج الجسم. الفرمون عبارة عن مادة كيميائية تطلق برسالة، رسالة سلوك أو تركيب أو مو زي هيك، يعني التواصل الكيميائي، رسالة كيميائية لبقية الخلايا لبقية الأفراد. هذا الفرمون ما بيخلي، يعني أول شيء أن أنا موجودة، العطر تبعي فواح، الكل بشمه، أنا موجودة، بشعر في الأمان أن أنا عندي قائد للخلية وبتجمع. إذا وجود هذا الفرمون، أنه معرفة أفراد طائفة النحل من ذكور وشغالات، إنه يوجد
حاكم العايش وجود هذا الراعي. ثاني شيء زي ما تفضل زميلكم، مع كبر العمر بده يخف ايش؟ افراز الفرمون، وهذا افراز الفرمون نفسه كمان حكينا انه بيخليهم يعرفوا انه ملكتهم موجوده، وكمان بيثبط الاجزاء التناسليه في الخلايا في البالغات النحل الاخر، بحيث انه ما يصيرش يعني عند الانجاز تكاثري او مزعج. الخليه البيضه لما تفقس حسب غذائها بتصير شغاله او بتصير ملكه، بتتغذى اكل عادي حبوب لقاح كذا بتصير شغاله، اما اذا بدها تصير ملكه اليرقه هاي الصغيره فاكسه بدها غذاء ملكي. الغذاء الملكي مين بيصنعه؟ الشغالات. ايمتى بتصنعه؟ عندما تشعر يعني بيت ملكي، البيت يعني ايش بصير يكون اكبر شوي ايش بصير، ما بتغذي غذاء ملكي عندما تشعر انه ما في افرازات هرمونيه للملكه الثانيه، ان فقدت الملكه او ان كبرت الملكه، قلت الهرمونات تبعتها، قلت الرائحه العطريه اللي تبعتها. وهذا اللي حكى فيه زميلكم، تبدا الشغالات بتقرر انها بدها تعمل ملك، بدها ملكه جديده. وعند خروج الملكه الجديده الملكه القديمه اما يعني بتطلع اما بتموت اما الى اوكي، تصير المسيطره الملكه الجديده. اذا عمليه وجود اكثر من ملكه لكبر عمر او فقد الملكه الام، لكبر عمر او فقد الملكه الام، ونتيجه السيطره عليها. كيف بيعرفوا؟ عن طريق انتاج الهرمونات اللي هي مواد عطريه تفرز من خلايا خاصه للتحكم في الخليه. الخلايا يعني العموم تنقسم في الخليه بين الملكه والعاملات. الملكه تفتقد الى الغدد الشمعيه وغدد التغذيه وسلات حبوب اللقاح. اوكي، الملكه بس بتبيض ماشي حبايبي، شغلتها انشاء النجد الجديد، ما بتعمل شمع، في غدد شمعيه لتصنيع الشمع العسل اللي هو العيون السداسيه، وغدد التغذيه للتغذيه عشان تغذي الحضانه، ولما بتطلع النحله شغاله تروح تلم حبوب لقاح، في على رجلها زي السله صغيره ممكن تجمع فيها حبوب لقاح، هذه مش موجوده في الملك لانه مش شغلها، مش شغلها تعمل شمع ولا تعمل غذاء ولا تصنع او تروح تجلب حبوب لقاح، ما بتطلع من الخليه. واضح حبايبي؟ ايش مهام الملكه؟ مميزات الملكه، عمر تمام. الملك، طرق التحكم، أكم ملك موجود؟ واحد. كيف تصير ثنتين كذا عندما تهرم أو نفقدها؟ كيف بيعرف النحل؟ عن طريق إنه الإفرازات الهرمونية تبعتها بطلت قوية زي أول أو انعدمت، يتقرر إنه يغذي الخلايا أو النجل الجديد البيض الفاقسة أو بيضة فاقسة لتعطيها غذاء ملكي. الغذاء الملكي بيطلع للملكات، الغذاء العادي بيطلع للعادي. أنت بتترك الخلية النحلة، صار عندك تلقيح، بدأت تتلقح عذراء بتخرج من الخلية، حقها ذكورة والذكور الأقوياء هم بيلقحوها وبترجع للخلية. في إنه النحلة مش ملقحة بتظهر للتزاوج خارج الخلية وبترجع. التطريد اللي هو عبارة عن مجموعة من الخلايا من النحل. دكتور عفوا، بس سؤال في النقطة الأولى إذا سمحت. طبعا. هاي عملية التلقيح لما تخرج الملكة في لها وقت مثلا تمكث خارج الخلية معين، ولا مش شرط يعني ساعات معينة وقت معين إشي زي هيك؟ يعني مثلا تمكث خارج الخلية وقت محدود ولا مش محدد؟ بس الآن بدي تشبه لي النحلة بالعروس. واحد بده يتجوز، كم مرة بده يتجوز؟ بيعملوا له حفلة مرة واحدة، مظبوط؟ تمام. بلغت مرة واحدة راضي عن الكل دكتور، مش مرضي عنه كثير. خلاف عبد الله أبو برماوي، هدي علي ولا يرضى عليك.
النحلة الآن تتزاوج فقط مرة واحدة في حياتها، النحلة الجديدة كانت بيضاء صارت يرقة، فقس يعني، وتغذت غذاء ملكي وأصبحت كاملة، كاملة عذراء. أوكي، بدها تطلع، تطلع مجرد أنه نحلة يعني ملكة جديدة بدها تطلع تتزاوج، تطلع مرة واحدة، مش مهم الوقت، مش مهم إمتى، لأنه ما بتعرفش إمتى الخلية بحاجة لملكة. نقول لك قاعدين عمر الملكة من سنة إلى 7 سنوات، أنا بدي إياها شغالة 100% وتعطيني خلفة ممتازة أول سنتين، بعد هيك ممكن أنا أجيب ملكة ثانية وأتخلص من الملكة الأولى لأنها ضعفت. أوكي، يعني بدها سنوات حتى الخلية تطلع لك ملكة جديدة تطلع تتزوج. إذا هو موعد تزوج واحد تطلع بالحقوها الذكورة كاملة، وبس الذكورة شغلهم في الخلية، في الخلية إنها لا تلقيت، تطلع تتلقح وترجع مرة واحدة. التطريد هنا خروج مجموعة من الشغالات مع الملكة إلى خارج الخلية، تمام، بيت جديد، كثر علينا البيت، أعدادنا كبيرة صارت. أوكي، أعداد النحل كثيرة جدا، أصبحت مزاحمة، بدنا نطلع جزء من عندنا من النحل يطلع يترزق أو يروح على منطقة ثانية يعمل له حياة أخرى. أوكي، بصير تاخذ احد الملكات، يعني بصير ملكه جديده وتاخذ جزء من النحل وبتطلع بتعمل طرد، هذا اللي بتلاقيه النحل الجاي على بعض المناطق على الشجر، بتلاقي نحل ولحاله كم من 1000 نحله متجمعات على منطقه معينه، بيجوا الشباب او المختصين في النحل بيجوا بياخذوا النحلات هذول وبحطوهم في البوكسات اللي هي خلايا النحل. هجر الخليه، الوضع عندهم صعب، فيش غذاء، حرارة، رطوبة، الجو غير مناسب انك تبقى، يعني حياتهم صارت بؤس في موقع معين، بدها تروح تشوف موقع جديد في حبوب لقاح، في جو أفضل، في نباتات ثانية. فهذا بتهجر الخلية، خلاص الخلية اللي عندك مربية بتهجرها كاملة لأنه الظروف قاسية، فبتكون هجرة جماعية. أوكي؟ إذا الخلية الحشرة بتطلع الملكة الجديدة تخرج من الخلية إذا كانت بدها تتزوج، أو كانت عندي كميات كبيرة من النحل وبده صار تزاحم وكثافة عديدة كاملة، بده ياخذ منطقة ثانية يطلع بيت من بيت، أو بده يرحل من البيت بالمرة لأنه الوضع سيء كثير في الموقع اللي هو عايش فيه. هسا العوامل المؤثرة في كمية وضع، طيب شايفينها الصورة، هاي العيون السداسية في الشمال. أوكي، وفي منتصف بتكون بيضة واحدة بالمية، شايفين ولا عين ثالثة، كل واحدة فيها بيضة. في حالات هسا راح نشوفها في الأمهات الكاذبة، إذا نجي العين فيها أكثر من بيضة، في بعض العيون فاضية يسموها الأمهات الكاذبة، هاي بتكون شغالات سيارات إنه تطبيق. الآن العوامل المؤثرة في كمية وضع البيض، عندي كمية وضع بيض، إيش العوامل تبعتها؟ بعض تفوق سلالة بعض ملكات النحل العسل على غيرها في كمية وضع البيض، حكينا عنها سلالات في البداية، سوري وقوقازي وإيطالي ومصري ويمني، حكينا شبههم ب الزيتون البلدي، الزيتون النبالي والمحسن والرقم اللي له رقم روماني، تختلف امكانيات العطاء من صنف زيتون لصنف اخر. ونفس الشيء اصناف حكينا عنها سوري قوقازي ايطالي مصري رونيولي، كلها سلالات موجوده في خلايا النحل، في النحل نفسه سلالات، سلاله على سلاله تتفوق في عدد البيض اللي توضع. عمر الملكه كل ما كان أصغر كل ما كانت تعطي أكثر، كبرت وهرمت تصير تعطي بيض أقل، إذا كل ما كانت الملكة أصغر سنا كل ما كانت أقدر على وضع البيض، وتكون ذروة وضع البيض حكينا إيش في أول سنتين، حكينا العمر الاقتصادي كأنا مربي نحل وبدي أستخدم الملكة وتكون عندي عطائها عالي،
فقيمة عطائها أول سنتين، بعد السنتين بغيرها بجيب غيره، مشان أنا بدي خلايا قوية. بنية جسم الملك وسلامة أعضائه، إذا كانت بنية جسم صحتها منيحة قوية أعضاء سليمة، بيختلف إنه يكون في عندها بعض المشاكل. عندي كمان صحة الملك وسلامتها، هي صحة الطائفة كاملة، صحة الخلية كاملة، في عندي أمراض بتصيب النحل وراح نمر عليها، في آفات بتصيب النحل، أمراض وآفات أخرى. العوامل الجوية والبيئة المحيطة، حكينا الجو المناسب بظروف مناسبة ربيعية، عندي حرارة رطوبة كمان بتأثر على يعني إجهاد الكائن الحي، إذا كانت الظروف الجوية غير مناسبة لها وعليها ستريس فبتقل إنتاجيتها. إذا عندنا عوامل جوية هي عوامل غير حية، العوامل الحية أمراض وآفات، البنية الجسمانية صحة يعني العمر وسلالة. هسه الأنسة عندي العيون السداسية، ما هو أنا بدي أطلب في العين السداسية في الجورة هاي الصغيرة في الأنبوب اللي شفناه هون، هذا اللي هون عين سداسية، عين سداسية كل عين فيها بيضة. إذا كان الإطار الشمعي هذا إطار شمعي في عيون سداسية، إذا كانت عيون يعني. ومين بيعمل عيون سداسية يا برماوي؟ بلال شباب مين معانا؟ شغالات هاي دكتور؟ دكتور مايك. شغالات. طب شو خصها هي؟ اذا شغاله عملت العيون السداسيه كميات كافيه، هي هي باضت فيها مظبوط ولا لا؟ اذا عاد اذا كانت شغالات ممتازات بتعطي والعيون السداسيه كثار فبتعطيها تعطي بيضه كثير، اذا كان محدوده العيون السداسيه عقد العيون ده بيض، لان تعطي بيضه واحده ما فيش عيون مش تعطي. اذا عدد العيون السداسيه وهذا يعتمد مش على الملكه، يعتمد على شغالات وفرد الغذاء وكله. بدها تاكل الشغالات بتحط لها الاكل، اذا كان الاكل تبعها ممتاز بتشتغل ممتاز، لكن في الظروف العطاء يعني بالربيع ممكن من يعني نعطيهم مدعمات محلي سكرية الربيع بيساعد على تنشيط الملكة البيض تقوي يعني. احيانا تقول الانسان عندك في بعض الناس اللي بيعمل كمال اجسام مش بياخذ مقويات، بياخذ طبيعه اكلهم تختلف كذا، وممكن الاكل نفسه ما يكفيش بياخذ مقويات. احنا عندنا مثلا بي كومبلكس وفيتامين د فلب لاب طبيعه جسمنا وحياتنا بنحتاجهم، فكمان نفس الشيء بنعطي مقويات للخليه مشان نشجع الشغالات تعطي كمية الأكل والغذاء الملكي بحيث إنه يكفيها وتستطيع تعطي العدد الكبير من البيض. هذا هو الشكل تبع الملكي. الآن يعطي الملكي لأن تلقيح الملكة أحيانا تخرج وتلقح مرة واحدة. طيب إذا تلقح مرة واحدة بدها تضيف كل حياتها، كيف المنطق تبعه هاي؟ بعرف التلقيح بصير مرة واحدة مضبوط، البويضة تلقح مرة واحدة من الحيوان المنوي. طيب تلقحت اليوم وبابت بيض مخصب، بكره خلص التلقيح مش لقيت. وين البيض المخصب؟ كيف بدها تخصبه؟ دكتور في عندها حويصلة تجمع فيها الحيوانات المنوية، والشرية تنزل منها واحد